نفت مصر بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن تهاقات وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدد من النقاط، من بينها تأكيد كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء في تصريحات علنية بأنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على القطاع.